Alors marhaba bikoum, je suis très content d'être ici à Bruxelles avec vous. Ça me fait énormément plaisir. Avant de saluer le Jumaat, nous avons qui s'est qui fait qui bouge. Salut Jo. Il y a quand même un peu de monde dans le monde. كنشكر السي سعيد على هذا الانترفيو. اون فيت لا سواري كانت فرانشمون فكرنا السي سعيد الناصري فكرنا في المغرب وفرحنا وضحكنا زعما فرانشمون دازت تخي تخي بيان سواري. اخت سناء اللي قدمت السهره ديال اليوم شنو كان الشعور ديالك؟ واش كانت اول مره ولا كان ديجا كان عندك تجربه في التقديم؟ لا ما كانش عندي تجربه في التقديم، كان ديجا كان عندي تجربه في التمثيل في فاش كنت باقا في المغرب، ولكن هنا في بلجيكا ما عمري ما قدمت، لا بروميير فوا كنقدم والحمد لله داز. كي كان الجمهور؟ الجمهور كان مزيان، كان كيشجعني وكان كيضحك معايا كيدير ليا مزيان، واخا في الاول كان واحد شويه ديال لو ستريس وداك الشيء، مي ابخي وليت اليز الحمد لله. شنو كيبانت لك السهره بصفه عامه؟ السهره دازت رائعه، دازت في المستوى، دازت زوينه، وسيرتو منين كملها سعيد الناصري، زعما كاينه فنان في المستوى، له تاريخ في الافلام وله تاريخ في السينما العربيه وفي الكوميديا كذلك، فغيمون عجبني بزاف ودازت السهره زوينه، وكنتمنى تعاود بحال هاد السهرات بحال هكا، كنتمنى يكونوا بحال هكا، ومن فوق يجمعونا مع بعضياتنا وكيدوزوا نهار زوين وليله زوينه. يعني التقييم ديالكم للعرض ديال اليوم ديال سعيد الناصري والسهره بصفه عامه. En général, tabarak Allah, c'est Saïd Nasseri, il a fait un bon spectacle. Surtout, ça fait des années d'abord, je ne vois pas la télé marocaine, je ne vois pas le film, je ne vois pas le film. Et ça fait plaisir. Tabarak Allah, Saïd Nasseri, ça reste toujours Saïd Nasseri. Tabarak Allah, c'est ce qu'il y a, alhamdoulilah, ça fait plaisir, je te fais en famille. Ou la soirée en général, c'était bien et ça fait plaisir. كتجي لي سواري بحال هكا كتحس بانك في البلاد كتلقى مع ناس المغاربه ديالك صافي بليزير. اوكي دابا اليوم جيتي مع العائله ديالك انت والمدام والبنيتات تبارك الله، يعني واش دائما كدير هاد يعني كتخرجوا للسهرات المغربيه اولا مره مره؟ دو طون 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 كي كتسمح الامور والقضيه ان شاء الله كنخرجوا ولا بد، صافي بليزير توجور باش تشوف تفكر المغرب، لاننا سيرتو اننا تزادينا وتخلقنا وكبرنا في المغرب وكنتسناو اي مناسبه باش كتجي باش كتحس بحال اللي في البلاد. اوكي أوبلي. مدام شنو تقولي؟ اليوم كنقول تبارك الله على سعيد الناصري. كانت تبارك الله غزاله. حنا لاحظنا بان الرجل كان كيتلاه مع البنيته وانت كنتي كتفرجي. ايوا ولا بد الرجال هما اللي كيساكريفيو باش يتفرج العرض ديالها، الراجل كيخرج لها البنت كتبكي. بارك الله فيك. بصحتكم وان شاء الله يعني نتلاقوا مره اخرى ان شاء الله. بارك الله فيك. تري بيان، لورغانيزاسيون تري بيان بار مسيو ميلو جولو لي لي زوتر اورغانيزاتور. Il y avait assez de monde. Je trouve que aussi Saïd Nasseri nous a mis une super ambiance, nous a fait super rire. Je suis venue avec ma fille, même qui est née ici, elle était aussi super contente de venir et de participer à une ambiance maghrébine du Maroc. Voilà. مبروك عليكم الاورغانيزاسيون ديال السهره ديال سعيد الناصري، كي كان الشعور ديالك بالنجاح ديال هذا الحفل ديال اليوم؟ واولا قبل كل شيء عاود نشكر مره ثانيه وثالثه اميرو 24 اللي كتسالنا وكديما كتابع البرامج ديالنا. هذا النجاح هو نجاح بهذا الحضور ديال هاد الناس اللي كيشجعنا، وهي مهنه ماشي سهله متعبه، من الحمد لله ملي كتشوف هاد الفرحه وهاد السرور على الناس كتزيد تشجعنا باش نزيدوا القدام وننظموا حفلات اخرين. كان وعد الجمهور بانه غادي تكون حوايج اخرين احسن ان شاء الله. كنشكر كاع الناس اللي ساندونا، كان يعني المطاعم اللي استقبلونا بحال بانوراما بحال ايسبرغ، الاخ صديق ديالنا الصديق اللي خدا راه الاشاره السياره ديالو، كنشكروا وفا بون، كنشكروا الضحى، كنشكروا كاع الاخوان، الاخت انا اللي قدمت معنا كاع الاخوان اللي عاونونا من قرب عن قرب ولا عن بعد، فهمتني اللي كنشكرهم، وهذا الشيء هو اللي كيخلي هذا الشيء باسكو يد واحده ما كتفق.
وانتم كنشوفوهم عاود كنشكو كاع لي ميديا دونك صراحه اللي كتحضروا كتساندونا كيزيد يشجع نيتوا اوكي على ريستورا دا ايسبيرغ ديال افيني ستالينغراد انت سي عبد القادر هو قضيه الخير ديالك ما عمرو نساه سي سعيد ولا سي حجوي ولا كذا نشكروك وشكروك وشكروك على احنا مغاربه والدم مغربي والدم مغربي وحنا مغاربه حنا ما كنفوتياش بعضياتنا خصنا نتعاونوا نتجمعوا نضمنوا مع بعضياتنا بارك الله بك الحقيقه اروع عرض شفتو في بلجيكا اروع بدون مبالغه بدون عنده ميدزكا انسان تلقائي هذاك تيقول شيء تلقائي وتقول فاش نعيشوا وممثل بحالو ما عندناش والله ما عندنا بالله اللهم تعالى طول في عمره وخليه لينا ودخل الفرحه لينا صار بين هذه البلاد بلاد بلا ستريس وهاد الساعه اللي دوزنا معاه بحال اللي رجعنا 30 سنه للور صارب حضرنا الفنان الكبير تاعنا سعيد ناصيري وكالمعتاد سعيد ناصيري في العروض تاعو يعني دائما متالق ويعني يعطيك الواقع نتاع المعيشه كيديروا فكاهي والحمد لله يعني كان عرض في المجتمع. السلام عليكم فوالا سيد ربي نور الدين مع المراه ديالي مريم احموت مع جانا بنتي فوالا اول شيء انا سيد ناصيري غني على التعريف اختي ماروكان اي فوالا انا جيم بيان سعيد J'ai l'habitude depuis le Maroc, comme je suis au Faux, je suis un grand artiste du Maghreb. On a été en train de se faire, on a été en train de se faire, on a été en train de se faire, on a été en train de se faire.